في إطار المتابعة المستمرة لخطط زيادة الإنتاج من الثروة البترولية، أعلنت وزارة البترول وضع البئر التنموي نيدكو بحقل نورس في منطقة أبو ماضي بدلتا النيل على الإنتاج بمعدل حوالي 180 مليون قدم مكعب غاز و1500 برميل متكثفات يومياً. وبهذا يصل عدد الآبار المنتجة بالحقل إلى 14 بئراً بمعدلات إنتاج نحو 1.2 مليار قدم مكعب غاز يومياً وحوالي 8500 برميل متكثفات يومياً و115 طناً من البوتاجاز يومياً. جاء ذلك في التقرير الذي تلقاه المهندس طارق الملا وزير البترول من المهندس عاطف حسن رئيس شركة بترول بلعين بتروبيل. وذكر التقرير أن هذا الإجراء يأتي في إطار العمل على تنفيذ برنامج عمل وزارة البترول للإسراع بتنمية الاكتشافات البترولية الجديدة ووضعها على خريطة الإنتاج لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي. وأوضح التقرير أن البئر الجديد تم إنجاز جميع الأعمال المتعلقة بحفره وإكمالها ومد خطوط الإنتاج اللازمة لربطه بتسهيلات الإنتاج في فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز شهرين. كما أضاف تقرير الشركة أنه جاري استكمال أعمال زيادة الإنتاج بمشروعات تنمية الحقول الجديدة مع الالتزام الكامل بتطبيق قواعد الأمن والسلامة في عمليات التنفيذ والتشغيل، مشيرا لارتفاع إجمالي إنتاج الشركة من الزيت والغاز الطبيعي حاليا إلى 600 ألف برميل زيت مكافئ يوميا، محققة رقما قياسيا في الإنتاج هو الأعلى في تاريخها. بالتأكيد خطى واثقة ومتسارعة في مجال الاكتشافات للبترول في أفاق عدة في مصر بنلمسها في أكثر من موقع وأكثر من مناسبة بنتابعها مع حضراتكم على مدار الفترة الأخيرة، ويعني إجراءات متابعة مستمرة لخطط زيادة الإنتاج في هذه المناطق وهذه المشروعات اللي بتشكل ثروة بترولية بالنسبة لمصر بنثمنها جدا الحقيقة في هذه المرحلة. كل هذا بيأتي في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وإطار العمل أيضا على تنفيذ برنامج عمل وزارة البترول للإسراع بتنمية الاكتشافات الجديدة ووضعها على خريطة الإنتاج. معكم في هذه الوقفة وبالتأكيد نظر أكثر قربا للتحديات اللي بتمثلها الطاقة وكيف يمكن لمصر أن تكون قدر هذا التحدي من خلال قراءة في واقع ما يبذل في هذا الإطار خاصة في الفترة الأخيرة. معي ومعكم في هذا اللقاء دكتور محمد سعد الدين رئيس لجنة الطاقة ونائب رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا مريم. بالتأكيد الواقع في إنجازات بنشوفها على الأرض وفي وحتى الإنجازات هي مش نهاية المطاف لأن الإنجازات دي مستمرة بيكون في نواليها وبيبنى عليها في إطار يعني خطط واستراتيجيات الدولة المصرية في الفترة الأخيرة، وفي ذات الوقت ده ما يمنعش أن في عقبات وفي تحديات بتواجهنا على الأصعدة كافة. مجال الطاقة والبترول بالتأكيد هو مجال أيضا حيوي جدا وبيمس مختلف مجالات التنمية خاصة مع دولة ماضية قدما في مشروعاتها القومية والتنموية العملاقة. يعني في البداية يعني نستطلع مع حضرتك يعني مدى اهتمام مؤسسات الدولة بتوسيع أفاق البحث والاكتشاف في مجالات الطاقة المتنوعة. شوف حضرتك، الدولة بقيادة الرئيس السيسي ووزارة البترول الوزير طارق الملا حطوا في اعتبارهم لابد يعوضوا الفترة اللي مضت اللي خدناها أيام الثورة، كان كل حاجة متوقفة وده عمل دروب جامد قوي في الانتاج وفي الاستثمارات في مصر. خلينا كنا بنقف قدام الطوابير في المحطات البنزين وما بنقدرش نجيب بوتاجاز والعمليه فيها مشاكل ازمات كامله. كان التحدي ان هم لازم يبداوا يغيروا من السياسه مع المستثمرين ويفتحوا عقود كتيره جدا، عملوا 73 اتفاقيه في سنتين عشان نشاطوا للاستثمار في مصر وعملوا وسائل جذب للمستثمرين. كان اولها حقل ظهر اللي قلنا عليه وبدا
كل شرق البحر المتوسط فيه مناقصات نزلت فيها وبيشتغل فيها حاليا، دخلوا على البحر الاحمر، عملوا ترسيم الحدود وبدا مسح السيزمي فيها، والنهارده بيجهزوا لطرح هذه المنطقه لكونسيشن كل شركه هتيجي تستثمر فيها. دخلوا على الحقول اللي موجوده داخل مصر في عمليه تطوير وتحديث، اخرها حقل نيتكو اللي هو دخل الخدمه من يومين ب 170 مليون قدم مكعب يوميا غاز مع مكثفات تانية. فده كله كان تحدي ان لازم يدي نوع من الاتفاقيات اللي عشان السنه دي والسنه الجايه واللي بعديها يكون في ناس بتشتغل وانتاج مستمر واضافه للانتاج القومي من الغاز، عشان مصر تبقى هب ومركز اقليمي فعلي بانتاجها من الغاز اللي مبني على الاستراتيجيه ان انت لازم توسع من استثماراتك، توسع من البحث والتنقيب والصيانه وتجهيز الحقول عشان نزود الانتاج المصري بان هو يبقى عندنا اكتفاء ذاتي، وفي نفس الوقت نحاول ان احنا بقى نجهز ونصدر للخارج، وما نصدروش كغاز زي ما هو، نصدره كغاز مصنع. بمعنى ان انت عملت عليه قيمه مضافه، نعمل عليه مصانع بتروكيميكالز زي الاسيلين والبروبيلين والمنتجات اللي احنا بنستوردها من بره، ولما نصدرها هتبقى قيمه المليون وحده اللي احنا كنا نصدرها ب 5 دولار تتصدر ب 50، فانت عملت قيمه صرفت عليها 10 مثلا، يبقى عندك قيمه مضافه 30، يعني انت ضاعفت 6 مرات القيمه اللي تصدري بيها. هو ده هدف الحكومه والاستراتيجيه اللي موضوعه ان احنا نبقى مركز اقليمي فعلي للغاز في منتهى. والحقيقه اللافت كمان انها افاق بتروليه متنوعه اكثر من منطقه، يعني يصح توصيفها بان هي منطقه وعيده جدا. من المناطق هي منطقه دلتا النيل، حجم الانتاج حضرتك بتقيمه ازاي من هذه المنطقه، والى اي مدى فعلا بيصح يعني توصيفها؟ يعني انت لو فكرت في العليب دلتا النيل، احنا عندنا حقل وماضي ده بقى اكثر من 30 سنه او 35 سنه، والمنطقه كلها اللي هو اخر حقل اللي ظهر اللي قلنا عليه النيتكو ده اللي هو من 3 ايام ودخل الخدمه، فهي منطقه الدلتا منطقه واعده. ولو انت فكرتي ان الحقول اللي احنا بنتكلم عليها زي حقل زهر اللي في عمق المياه في البحر المتوسط، ما هو مواجه للدلتا، يعني هو مواجه للدمياط، مواجه للدلتا على بعد 200 كيلو جوه البحر. والنهارده معظم الساحل الشمالي اللي هو في البحر المتوسط بيحصل عليه عمليات تنقيب اللي هو كله الدلتا، ما هو منطقه الساحل من دمياط لرشيد الناحيه الثانيه ده كله الدلتا، فهي كلها واعده، منطقه واعده. وبعد ما حصل الاكتشافات الاخيره ديت ان على بعد اكتر من 4000 قدم، هو ده اللي خلى الغاز يطلع فيها. اهميه ان يكون في استثمارات اجنبيه في هذه المنطقة، بنسمع يعني الجانب الإيطالي، الجانب الروسي وما إلى ذلك، يعني إيه الثقة اللي ده بيمثله ويخلي ده يعني يمثل تحفيز أكبر ومناخ جاذب بشكل أكبر للاستثمارات الأجنبية؟ شوفي، خلينا نعترف بحاجة. إحنا بلدنا ما عندهاش الإمكانيات المادية ولا الخبرات الفنية اللي هي تقدر تقوم بمثل هذه المشاريع. الشركات الكبرى اللي مالتي ناشونال الضخمه زي الشركات الايطاليه، زي الشركات الامريكيه، زي الشركات الروسيه، اللي لها تاريخ كبير وعندها امكانيات كبيره، يعني هم لما جم يستثمروا عندنا الشركه التقيني بتستثمر ضخت 8 مليار دولار وهتضخ كمان 8 زيهم، فدي مبالغ مش قليله، بلس النواحي الفنيه اللي عندهم والخبرات ان هم بيشتغلوا على مستوى العالم. فاحنا يهمنا ان احنا نستقطب هذه الشركات، هذه الاستثمارات بهذه الخبره وهذه الامكانيات. وخلينا نحط منطق بيننا وبينهم، وين وين سيتويشن. لا يمكن احنا بالنظام الاشتراكي ان انت عايز تعمل كل حاجه لنفسك والدوله وكل الكلام ده انتهى. لازم الطرفين يستفيدوا. لا، ما هو هيجيني ليه؟ لازم انا اعترف ان انا عشان اجيب حد مستثمر لازم يستفيد. ولكن في استفاده، لكن الميزه التنافسيه في الحقول المصريه او يعني في التربه المصريه، ايه اللي بيرجح كفه مصر عن اي طرف اخر ليكون اكثر جاذبيه للاستثمارات الاجنبيه في مجال التربه؟ العمليه زي ما احنا حسبنا وين وين سيتويشن. بمعنى ايه؟ يعني شركه ان دي الحقل بتاع زهر ده ما ظهرش النهارده، ده موجود بقاله الاف السنين، ومن
خمس سنين كانت موجود فيه شركة شيل بتشتغل فيه وسابته ومشت. ليه؟ لأن اقتصاديا ما كانش مجدي بالنسبة لها. لما معدلنا الاتفاقية معاهم مع إني بقت مكسبة بالنسبة له، فأي شركة أنا هحط 10 هيجيني منهم 12 أو 15 يبقى أنا هشتغل. هحط 10 يجيني 8 مش هشتغل. فالمنطقة واعدة ليه؟ هم لما حطوا هيكسبوا. النهاردة إني بعت 10% لروسيا وبعت 10% للإمارات وبعت 10% للتاني، كل دولت بتكسب. يعني اللي هي صرفته بتسترده وبتكسب عليه. ده بيشجع الشركات الأخرى إن هي تاخدها قدوة قدام منها. الشركة ديت جت ونقبت واشتغلت في المنطقة ديت وكسبت. والحقل بتاعها مربح وبروميسنج وحقق مكاسب. لأن الطريقة اللي استخدموها في الحفر ما كانتش موجودة قبل كده. النهاردة نزلوا بالعمق، فهو الشركات التانية بتاخد نفس الأسلوب اللي عملته، بقت المنطقة جاذبة. ليه؟ حد سبقني واشتغل وكسب. لكن لو حد سبقني واشتغل وخسر انا مش هخشها ومش بقى جاذبه. ده رد السؤال ليه جاذبه المنطقه دي؟ لانها بروميسنج وواعده، وهي المنطقه فيها احتياطيات حوالي 200 تريليون ادم، حقل زور 30. معنى ذلك ان انت بتتكلمي ان في 6 حقول تانيين في المنطقه زي زهر. فتيجي الشركات تقول لك الله طب ما دي فرصتي، زي اي حد مستثمر بيروح في مشروع في منطقه وبيكسب وبيشتغل. تلاقي الناس اللي عملوا كومباوندات للناس المساكن هنا في مصر نجحوا وكسبوا منها، تلاقي كذا واحد يخش يعمل شركه ويعمل كومباوندات بقت استثمار عقاري وناجح. اللي كان مشروع التاكسي بيخش يعمل زي بتوع اوبر النهارده ولا كريم اشتغلوا زيهم. فمعنى ذلك لما يكون في مثال حي وناجح يبقى ده هو اكبر دعايه انك انت تجيب الاستثمارات الاجنبيه تشتغل، لانهم هيكسبوا. ولازم احنا كمان نحط في اعتبارنا ان احنا نساعدهم على كده طبعا. بس احنا بنتكلم الحقيقه عن الاكتشافات البتروليه ومشروعات الطاقه بصفه عامه، هي ليها خصوصيه كبيره جدا دكتور، لان هي تولد الطاقه وفي ذات الوقت هي تستهلك الطاقه، كونها زيها زي اي مشروع محتاج طاقه تحركه وبالتاكيد بيكلف الدوله. و في دلالات مهمة جدا لتوقيته، لأن بقدر ما احنا عندنا في تحدي كبير قصادنا وعايزين نلحق بالركب ونسارع الخطى، لكن في نفس الوقت عندنا واقع ان احنا دولة نامية ولدينا تحديات، ليست فقط تحديات خاصة بنا كمصر لكنها تحديات عالمية، أزمة مياه عالمية، أزمة طاقة عالمية. حديثا عن الأزمة، وحضرتك واخد دكتوراه في إدارة الأزمات، كيف يعني أو الطريقة المثلى والتعاطي اللي يجب أن نتحلى به في مواجهة أزمة استثنائية من هذا القبيل؟ بص يا حبيبي، احنا اتعلمنا ما فيش أزمة من غير حل، يعني كل مشكلة ولا حل، بس المفترض ان يكون الحل ده حل قابل للتطبيق وغير مكلف. يبقى انت كده بتشتغل بطريقة علمية. مشكلة الأزمات اللي عندنا زي اي حد حلها سهل جدا، المقدرة على معرفة أسباب الأزمة وكيفية علاجها، بأن الناس ما يخش لهاش بقى أي حاجات سياسية. لابد الأزمة تتحل بالطريقة العلمية بتاعتها، نعرف أسبابها إيه ومعطياتها، نحاول إن احنا نحط الحلول بتاعتها، والحلول ديت احنا بحيث الأزمة ما تحصلش بعد كده. يعني تبقى نهاية الأزمة وإلا كل حاجة استباقية قبل حدوث الأزمة. فأنت عندك مجال رئيس السيسي أزمة الكهرباء اللي كانت عندنا وبتنقطع. حل الأزمة ديت في إن هو إيه؟ لابد إن هو يجيب محطات كهرباء قوية ويضاعف إنتاج الكهرباء عشان يغطي اللي عندنا. طب في الحالة ديت أنا الأزمة ديت ما عنديش فلوس، أجيبها منين؟ فقدر إن هو يستخدم الطرق الإقناع مع شركة سيمنز ان هم يجيبوا المحطات بتاعتهم، الثلاث محطات اللي عملوهم اللي هي في البرولس وبني سويف وفي القاهره العاصمه الاداريه، دولت يسموهم ايه؟ محطات كومباين سايكل، يعني محطه مركبه بتاخد جزء غاز وجزء بيعتمد على الحراره الناتجه من الغاز عشان يشتغل ويطلع طاقه بيها. فده بيعمل سيفنج، توفير في الغاز المستخدم حوالي 1.5 مليار في السنه عشان الطريقه العلميه. فهو قال لهم تعالوا انتوا اشتغلوا نفذوا المحطات دي وهنديكم جزء مقدم والباقي هتاخدوه على 4 5 سنين او 6 سنين.
خلال 8 سنين الفرق الناتج من تشغيل المحطات دي بالطريقة الحديثة اللي هي الكومباين سايكل واستخدامها يغطي تكلفة المحطات. فهنا قدر يستخدم الأسلوب العلمي والتطور الحديث وإقناع الناس، وفي إن عندك مصداقية. يعني إيه عندك مصداقية؟ إن أنت لما تتفق مع الشركة زي كده قادر إن أنت تديها فلوسها في أوقاتها وفي سدادها، وهم يثقوا فيك، وبالتالي والمشروع اتنفذ في أقل من وقته. يعني لو كان عايز ياخد 4 سنين خد 2 سنين بس. فده طريقة بيقول إزاي حل الأزمة. نيجي بقى لموضوع أزمة الغاز. كان أزمة الغاز مشكلتها في إننا ما هو إحنا قاعدين اللي قبل كده ما حلوهاش. والأزمة موجودة. زي أزمة البوتاجاز في مصر، كان كل سنة بتيجي، السنة دي ما فيش، والسنة اللي فاتت ما فيش. يعني إحنا في رمضان ما فيش أزمة بوتاجاز. صحيح. ليه؟ أنت عرفت سر الأزمة إنك أنت توفري الغاز. كونك أنت ما توفريش الغاز يبقى خلقت أزمة، خلقت سوق سوداء. النهاردة عملوا اتفاقيات من مسبقة من السنة اللي فاتت ومرتبينها ان ده استهلاكي 4 مليون طن في السنة، لازم اجيب 4 مليون طن، 2 مليون من مصر و2 مليون مستثمرين استيراد من بره. جبناها، مفيش أزمة بوتاجاز النهاردة، كل حاجة هادية، سعر عادي، مفيش مشكلة. بس في ارتفاع أسعار طاقة عالميا. لا، ما هو في نقطة بقى هنا. أنت تعهدت كحكومة إنك أنت بتدعم المحروقات. فالمواطن النهارده بياخد السعر مدعم. لما يحصل البترول يرتفع عالميا، الفرق ده بتخش الحكومه هي اللي بتشيله، وده بيسبب رفع تدريجي للدعم بقى. لا، بيسبب عندها فعشان كده الحكومه عملت ترتيباتها ان هي خلال 4 سنين من سنتين فاتوا، ال4 سنين دولت يبقى كل سنه يشيلوا جزء من الدعم على اعتبار بعد كده تبقى السلعه بتمنها بتكلفتها. هو ده الحل الامثل، انك انت ما يحصلش عندك ازمه بعد كده. ليه؟ هو الازمه بتحصل عشان انت متعهده انك تجيب الحاجه ديت، وبيحصل ارتفاع في السعر وانت بتشيليه، فبيبقى محمل على الموازنه والموازنه ما فيهاش، فيحصل فيها عجز يقوم يحصل الازمه. لكن لو انت بتجيب الحاجه بتمنها، هنا المواطن هيخلي باله ان لو هو عاوز 100 اسطوانه هياخدهم بتمنهم، لو عايز 1,000,000 اسطوانه بتمنهم، الحكومه مش هتدفع حاجه. هيرشد يا هيكون عنده مقدره على الانتاج انه يغطي، وبالتالي ما يحصلش ازمه، لان انا بتال. لكن الازمه بتيجي ان انت بتاخد بسعر مخفض والحكومه اللي بتشيل الفرق الباقي، والحكومه ما عندهاش فلوس تشيلها، فبيحصل فيها ازمه. فده اسلوب لحل الازمات اللي احنا بنتكلم فيه. وكل الازمات بتاعتنا احنا عندنا الحلول بتاعتها، بس الفكره ان احنا اخذنا فتره طويله. المهم تكون زي ما حضرتك قلت حلول عملية يا فندم. أيوة، قابلة التطبيق على أرض الواقع وتكون غير مكلفة. انت مشكلتك في الأزمة هي هنا. أزمتنا احنا ان احنا خدنا 60 سنة من أيام ثورة 52 بنشتغل بنظام اشتراكي، الحكومة هي بابا وماما بتدفع كل حاجة، لغاية ما تفاقمت. يعني انت كان عن الدعم كان 500 جنيه النهاردة وصل ل 350 مليار. فطبعا الكلام ده كلام ما ينفعش، ما عادش حد يتحمله. فالازمه جايه من طول الفتره، وكل القيادات اللي كانت موجوده بتاجلها وبتسوفها خوفا من ان تزعل الناس. لا، ايه اصعب العقبات اللي بتواجهنا حاليا؟ بصي، احنا عندنا عقبتين، الزياده السكانيه، ودي مهمه جدا، لان انت مهما تعملي من تنميه عندك زياده 2.5 مليون سنويا. يعني انت كل الدعم اللي بتاخديه في التنميه بتاكلوا الزياده السنويه دي السكانيه، فلابد من تقنين هذه الزياده السكانيه عشان لما تبذلي مجهود يظهر للناس. تمام. اتنين، ثقافه الانتاج. يعني ايه ثقافه الانتاج؟ لابد كل مواطن في مصر يكون بينتج، وعلى قد ما ينتج على قد ما ياخد. بمعنى ان انا ما عنديش فكره ان انا الحكومه تشيلني انا بابا وماما والحكومه كل حاجه، لا، نفتح للناس انت على قد انتاجك، يعني الاجر مقابل الانتاج، ومفتوح لك السكه، انتج زي ما انت عايز، خد زي ما انت عايز. لو انت قدرت تحط المنظومه ديت، الاجر مقابل الانتاج، الناس كلها بدات تنتج وكل واحد يستمتع بمجهوده ويبقى فيه عائد له، البلد دي هتنمو وتبقى كويسه. يعني احنا محمد، المنظومه دي عايزه متابعه وعايزه تفعيل للقوانين. ايوه، وعايزه تطوير اداري. يعني ايوه، في حاجات كتير جدا متطلبات، وعايزه تعامل جد جدا مع الروتين والبيروقراطيه اللي يعتبروا يعني افه الدفع قدما باي استثمارات. اه، انت جيتي حطيتي خارجيه او داخليه. النقط ديت اللي هي الاداره الناجحه. مشكلتنا في مصر الاداره.
ازاي نستخدم مواردنا صح. عندنا موارد كتير، احنا بلدنا غنية، بس احنا خدنا على ثقافة ان احنا محدش بيدير صح، لان الناتج ما هوش داخل جيبه، الناتج رايح للحكومة، ودي الثقافة الغلط. لابد كل انسان يحس ان هو لما ينتج ويشتغل الفرق هيخش جيبه، لما يرشد هيخش جيبه. هنا طبيعة البشر دي. انما انا هشتغل عشان الحكومة والضمير والانسانية، انسى الكلام ده خالص، ملوش مجال النهاردة. فلابد ان احنا نحسن من الإدارة، والإدارة عشان تتحسن ديت احنا عايزين حاجتين. اولا في قوانين لازم تفعل، فعل القانون وعلى الصغار وعلى الكبير. وعشان نفعل القوانين ديت يبقى مين اللي هيقوم بيها؟ اللي هيقوم بيها الجهاز الإداري. يبقى لازم الجهاز الإداري ده يتدرب ويفهم الصح ايه ويحاسب. كل واحد له تارجت، التارجت ده بنقول له انت هتعمل كذا ومقابل ده هتاخد قد كده، وكل 3 اشهر اعمل له فولو اب. البعض بيشوف ان الحاجات دي ما بتاخدش وقت كتير قوي، والبعض الاخر بالعكس، يعني بيشوف ان دي في اطار الخطط طويله المدى، لانها مرتبطه بتطوير منظومه التعليم نفسها. لان انا علشان اخلق الكوادر فعلا اللي انا عايزها، محتاج ان انا ادربهم وكل ده، لكن في النهايه التنشئه الاولى هي اللي من خلال المدارس وفيما بعد تعليم الجامعي. كلام حضرتك مقبول وممتاز. ده لما انا عايز بطور بلد بالكامل، لكن ما ينفعش ان استنى لما اعمل الكلام ده، لازم تخش تدريجي. صحيح. دي يعني النهارده هطلع قوانين واطبقها، واعلم الناس اللي موجوده النهارده المسؤوله ان هي تطبقها، فولو اب ومتابعه. ده كله هذا الاطار بقى بعد كده ان احنا ازود منظومه التعليم واطورها اللي احنا بنعملها حاليا. ما هو لازم تمشي بره ده مع ده مع ده مع ده. ما ينفعش استنى لما اقول هعلم الناس وبعد 20 سنه ابقى اطبق. لا، هطبق من النهارده. صحيح هاخد نتيجه ما هياش 100%، هاخد النهارده 20% ماشي، السنه الجايه 30%، السنه اللي بعدها كده، على فتره 5 سنين ويعدوا بسرعه، هتبص تلاقي كل حاجه اتصلحت واتظبطت والامور بقت كويسه. وبعدين هي بتبقى عدوى، وانس ان انت بدات بيها الناس كلها بتتمثل ببعضها وبتتشجع وكلهم بيثقوا. يعني زي ما انت عايشه في مصر بتروحي بره بتمتثلي القوانين والحاجات اللي موجوده، مفيش، هو بعدها ب4 ساعات بتمشي صح. يبقى انا خوف من ايه؟ همشي صح بعد 4 ساعات هنا، بس اعودهم. يبقى الجيل اللي جاي هيتعود ويطلع صح مع الوقت. بس لازم نبتدي بان احنا زي ما قلت حياتك هنطور الناس ديت. اهم حاجه نحط قوانين ونطبقها. انا عندي مشكله صغيره لو انت حطيتها في الاعتبار، ودي انا بديها للحكومه. لابد ان احنا نفعل حاجه اسمها رقم قومي. الرقم القومي ده لابد يكون مشترك في كل حاجه. يعني اي عمليه تتم، بيع شراء اي حاجه تتم برقم قومي. لو عملنا الكلام ده لا فساد هيكون ولا تزوير ولا اي حاجه، لان انت رقم القومي بتاعك هيبقى مسجل فيه كل حركاتك. انت بعت الشقه ديت، طلعت من عندك راحت للرقم القومي الثاني، ما تقدرش تبيعها وتنصبي بيها تاني. الراجل الثاني عرفنا ان هو خدها ودفع من البنك، حطها فين؟ يعني عامله فول اب، تمسك الفايل كده، انت عندك ايه؟ عندك كذا وكذا واشتريت كذا وعملت كذا. رقم قومي موجود، ده بدا متطبق في كل حته في الدنيا دلوقتي. احنا لو عملنا كده هتقضي على الفساد من غير ما تخش بقى لمحاكم ولا تخش في شرطه ولا الكلام ده خالص، لان اي حركه هتتم برقم القومي بتاعك. يبقى انت سجلت كل حدث لك. يعني الرئيس السيسي لو طلع القرار دي وقال من بكره الصبح ما فيش اي حاجه هتتم الا برقم القومي، أراهنك إن خلال سنة لا يمكن تتم أي حاجة فيها مخالفة. لأن واضح اللي عنده 50 شقة موجودة عنده 50 شقة في رقم القومي، واللي ما عندوش ما عندوش، واللي ما عندوش لما يجي يجيب هيجيبهم منين؟ معروف جاي منين؟ لأن كل حركة ودي ما سهلة. ده بقى يرجعنا كمان لأزمة تانية أو تحدي تاني، قاعدة البيانات، قاعدة المعلوماتية برضو فيها هي يعني عندنا انت مشاكل. أنت عايز تفهميني إن أنا الرقم القومي اللي عندي ده مش قاعدة بيانات، ده قاعدة بيانات موجودة. يعني أنت عايز تفهميني لو في شركة اتصالات بتاعت أي شركة من بتاعت التليفونات دي عندها 70 مليون خط ولا 60 مليون خط، بتراقبهم إزاي؟ عندها 100 شخص ولا 150 شخص قاعدين على الأجهزة بيراقبوا ال 70 مليون واحد دولت بالثانية. أنت رايح فين واتكلمت إزاي وقلت إيه وسجلت وعملت إيه؟ مش قادر أنا أجيب الجهاز ده والناس دي تراقب ال 60 مليون رقم قومي اللي عندي ويعرفوا إيه اللي بيحصل معاهم؟ على الاقل حتى هذه اللحظه هي مش محدثه بنسبه 100%. يتحدث يا فندم، يبقى له اولويه ويتحدث ويبدا من بكره الصبح كل معامله تتم برقم قومي. هنا انت ضمنت ان مفيش حاجه تمشي غلط ابدا، مفيش حد هيقدر يتحرك ولا يعمل اي حاجه، لانه
بيتحط في الفايل بتاعه وانا متابعه كحكومه لحد هيتهرب من الضرايب، ولا هيبقى في حاجه مثلا تحت السلم، ولا هيبقى في حد بيزور. والعمليه تبقى متنظمه، هيبقى في استجابه الحقيقه كبيره جدا من الناس نفسهم، لان يعني لعل الكنز الاكبر في الطاقه البشريه. انا عايز ارجع مع حضرتك للمناطق الواعده، ومحطتنا المره دي هتكون الصحراء الغربيه، ويعني اكيد نستثمر تواجد حضرتك معانا ونتعرف على المزيد من الافاق البتروليه الموجوده في هذه المنطقه، ومنها افتكر حقل يعني فاغور. الى اي مدى برضه حضرتك ممكن تكون بتشوفه هو وربما حقول اخرى مؤشرات على ثراء هذه المنطقه، منطقه الصحراء الغربيه بالطبع؟ انت عندك منطقه الصحراء الغربيه كلها منطقه سيوه، وعندنا شركات البترول بتشتغل هناك وبتنتقب هناك، لان دي منطقه واعده هي كمان. يعني ما تنسيش ان هي القرب من ليبيا، وليبيا عندها بترول كتير، ومنطقه الغربيه فيها يعني من زمان المنطقه ديت. واحد سيوة منخفض، والمنخفض ده كان من زمان، يعني من الزمن القديم قوي كله كان فيه بترول. بس احنا النهارده لما عملوا مسح سيزمي على مصر لقوا مصر عايمة على غاز، على بحر من الغاز، بس للأسف احنا مش عارفين نستخدمه صح. اللي احنا بنعمله النهارده ان احنا بننقب هنا وبننقب هنا. يعني انت بتقول ايه في الصحراء الغربية، وبنشتغل النهارده في الشرق في البحر الاحمر، بنشتغل في الشمال في البحر المتوسط، وهنشتغل في الجنوب في الذهبي اللي هو عندنا. مش عايزين بس اداره ازمات، ده احنا عايزين اداره ثروات. يعني معنى كلام حضرتك احنا عندنا ثروات طبيعيه، لكن يعني لا يحسن استثمار. عندنا مصادر من الثروات لا تحصى ولا تعد، احنا بس كان عندنا ازمه اداره وازمه استخدام حسن استخدام الموارد. كل ده مرتبط بحاجه واحده بس، ان احنا ندعو الشركات العالميه كلها ان هي تيجي تعالى اشتغل وين وين سيتويشن، اشتغل خد المنطقه دي اشتغل فيها، خد المحاجر دي اشتغل فيها وطلع. هو انا اسال سؤال وجاوبين عليه حضرتك، هو الامارات والسعوديه والخليج من 50 سنه كان عندهم حاجه؟ ما كانش عندهم حاجه، صحرا. بس هم خدوا الطريقه الصح، جابوا الشركات اللي عندها خبره وقالوا لهم تعالوا احنا مش فاهمين، لو سمحتوا اشتغلوا استرشاد بالتجارب الناجحه لسبقتنا وكسبونا معاكم. راحوا اشتغلوا، ده الاسلوب الصح. ده عنصر مهم جدا حضرتك، وفي عنصر تاني ويمكن اتكلمنا فيه في الحوار السابق، الحوار اللي بعمله مع سيادتك كان عن المنطقه الاقتصاديه بقناه السويس، وكنا بنتكلم ايضا ان من ضمن العوامل المهمه جدا هي الترويج والتسويق لما نتميز به، لان ممكن دول اخرى عندها قدرات ربما تكون اقل لكن بيحسنوا الترويج والتسويق. ما هو ده بربط الفرس اللي بتكلم فيه. بمعنى ايه؟ يعني ايه التسويق والترويج؟ يعني لازم اقنع المستثمر ان انا بالنسبه له افضل من المكان الاخر، ان انا عندي مكسب له افضل من المكان الثاني. لو انا عملت معاه كده يعني ازود له النسبه شويه عن الثاني، ادي له امتيازات شويه، هيبقى انا منطقه جاذبه للاستثمار. انا هكسب وهو هيكسب. انا وبعدين بعد بقى بعد كده لما ما يبقاش عندي قوانين مكبله ومعطله. ما هو ده دي المشكله اللي بقول لحضرتك عليها. خلينا نكسر الكلام ده، خلينا نشيل الفكر العقيم، الفكر الاشتراكي ده اللي جابنا ورا، ان احنا فاهمين ان الناس دي لما تيجي مستعمره. مين اللي قال كده؟ يعني هم انا عايز اسال سؤال تاني. تخطينا المرحله دي من زمان. ما هو انا بقول لك ايه، انت بتقولي السبب في المشاكل اللي كانت موجوده ايه؟ هم ده. كون ان احنا ناخد الاسلوب الجديد ده وندعو الشركات ونفتح لهم المجال، هو في حد ده هياخد المصنع بتاعه وهو ماشي؟ يعني هي انجلترا لما عملت من 100 سنه او اكتر السكه الحديد، لما سابتنا ومشت خدتهم معاها وهي ماشيه؟ مش ممكن، ما فيش حد هياخد حاجه. ما هي بلدنا، بس ده يستثمر، وانا يكفيني ان هو يجي يستثمر هنا في مصر ومش عايز منه حاجه غير نسبه صغيره من ربحه. تقولي لي ليه؟ انا مكسبي في ان هو لما ينشئ الاستثمارات بتاعته في المصنع اللي هو بيعمله او في الريزورت اللي بيعمله، ما هو الانشاءات دي هيستخدم المصريين، ولما هتشتغل هتشتغل على اكتاف المصريين، والعماله هتبقى مصريين. يبقى انا شغلت ناس وشغلت مصانع واحتياجاتهم كلها، ودخلت عمله صعبه للبلد، وبقى في استثمار. الملكيه ما هواش ملكيه، خلاص ياخدها حق انتفاع 100 سنه مش مشكله عندي، بس مش هياخدها وهو ماشي. يبقى انا استخدمت الموارد اللي عندي استخدام امثل، استفيد منها وفي نفس الوقت محافظ على كياني هويتي. يعني ما فيش مشكله. هنا بقى مع الكلام ده اعمل ايه؟ في شروط بقى. اخليهم يدربوا، شرط انه يدربوا الناس المصريين ويحلوا معاهم ويشتغلوا، وانت بقى بشطارتك
اتدرب واشتغل وبعد كده نمي واشتغل. هي دي بس بقى تعظيم الاستفادة. بس بقى في الاول هات الناس دي تشتغل، هات الشركات اللي لها خبرة، اللي هي اشتغلت وفعلا لها حاجة ملموسة وجديدة، نجيبها هي تشتغل. يعني انت بتجيب سيمنز ليه؟ لانها مشهورة ومعروفة. جبت اني ليه؟ لانها مشهورة ومعروفة. على نفس النمط ده هات في كل مجال نفس الحكايه. حضرتك سلطت الضوء على حاجات مهمه جدا يعني، لكن المهم مش بس المتابعه ولكن الاستفاده، وزي ما حضرتك قلت الاسترشاد بالخبرات ربما اللي سبقتنا في هذا المجال. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور محمد سعد الدين رئيس لجنه طاقه ونائب رئيس غرفه البترول والتعدين بالاتحاد الصناعات، شرفتنا. اهلا بك تشريفك. كل سنه وانت طيب ربنا كريم. الله اكبر. خلصنا مع حضراتكم لقاءاتنا النهاردة وفقراتنا المتنوعة في برنامج من القاهرة، وبالتأكيد لقاءات يومية متكررة مع حضراتكم على شاشة قناة النيل الأخبار. بشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.